الشيخ شيرزاد عبد الرحمن سليل عائلة كردية، ولد ونشأ في مدينة الموصل في العراق، وفيها درس ومنها تخرج مهندسا في الإلكترونيات والاتصالات. بدأ الشيخ شيرزاد مبكرا حفظ القرآن الكريم على يد والده، متقنا قواعد التجويد وأحكام التلاوة، متميزا بين أقرانه بصوت عذب لفت إليه الأنظار حتى كان من يستمع إلى قراءته يطلق عليه اسم المنشاوي الصغير البداية كانت من البيت كانت من والد الكريم الذي كان يجمعنا في حلقات وكان يعلمنا قراءة القرآن الوالد كان مدير مدرسة ومتخصص في اللغة العربية فاستفدنا منه كثيرا بعدها في مرحلة الابتدائية حقيقة أول من انتبه إلى موضوع الموهبة الصوتية كان مدرس النشيد مدرس النشيد أنت كنا ننشد الاناشيد الوطنيه اللي في المدرسه فانتبه وبدأ يقدمني أه ثم توالت التقديمات ايضا في المدرسه في موضوع تلاوه القران في الاحتفالات وفي المناسبات أه وحقيقه بدأت اهتم بموضوع الثراء السمعي مبكرا يعني من الفت من المرحله الابتدائيه بدأت اسمع لقراء كبار من امثال الشيخ المنشاوي والشيخ رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل على صغر سني حقيقه كان عندي ولع بسماع هذه الاسماء الكبيره. ولذلك صار عندي ذائقه سمعيه مبكره. بالتاكيد هذه الذائقه السمعيه ستؤثر على الاداء فيما بعد. بدات مقلدا للشيخ المنشاوي. استمر هذا التقليد حقيقه الى الى فتره متاخره الى ما بعد المرحله الجامعيه. في المرحله الثانويه بدات اركز على احكام التلاوه والتجويد اكثر. درست على الشيخ سيف الدين هادي رحمه الله تعالى الشيخ عماد الدين شمس الدين ثم انتقلت الى واحد من اعلام القراءات في مدينه الموصل الشيخ ابراهيم المشداني هذا كان في المرحله الجامعيه بدايه المرحله الجامعيه اخذت عليه روايه حفص وشيء من قراءه ابي عمرو البصري ثم انتقلت الى واحد من اشهر مقرئي العراق الشيخ العلامه عبد اللطيف الصوفي قرات عليه القراءه السبع واجست عنده بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في المرحله الثانيه من كليه الهندسه انا طالب كليه هندسه الكترونيه كنت ازاوج بين دراسه الهندسه وبين علوم القراءات كما ذكرت اجست في السنه الثانيه يعني كان سنه 87 1987 هذه كانت اول اجازه لي في علم القراءات استغرقت هذه الاجازه قرابه السنتين من الدراسه المضنيه والمتعبه حقيقه بعد المرحلة الجامعية او في في السنة الاخيرة من المرحلة الجامعية بدات ام المصلين في الصلاة في الصلوات خصوصا في صلاة التراويح وصلاة التهجد وبدات اغير من اساليب الاداء بدات انتفع من النمط الجديد الذي بدانا نسمعه في في حينها من قراء المملكة العربية السعودية خصوصا قراء الحرمين وجود العراق في هذه المنطقة الجغرافية اللي هي قريبة من بلاد فارس وتركيا والخليج وبلاد الشام حقيقه جعل العراق منجم للانغام. وبالتالي القارئ الذي يريد ان ينتفع من هذه المدارس يستطيع ان ينتفع. العراق يعتبر منجم نغمي هائل. وحقيقه كثير 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 من الناس وحتى بعض المتخصصين قد لا يعرف ان العراق يمتلك هذا الكم الهائل من الانغام. حتى المتخصصين قد يظلمون المدرسه العراقيه. المدرسة العراقية حقيقة كما ذكرت انتفعت من جوارها لمدارس متعددة أثرت وتأثرت خصوصا بالمدرستين التركية والفارسية أثرت وتأثرت كثيرا بهاتين المدرستين لماذا لم يشتهر قراء من العراق على المستوى العالمي أو حتى على المستوى الإقليمي بسبب الإعلام وحقيقه الاعلام الاعلام لا اقل ظلم كثير من قراء العراق انما وقف في طريق احيانا كان يقف في طريق بعض المبدعين وبعض الموهوبين وما كان يبرز يعني امكانياتهم ومهاراتهم. هذه المساله حقيقه لا تختص بالعراق فقط. كثير من المدارس النغميه المشهوره، المدرسه النغميه الحجازيه، المغاربية الشاميه، المدرسه الشاميه، المدرسه الشاميه مدرسه ثريه جدا ما اشتهر فيها قراء. ايضا بسبب عدم تركيز الاعلام على القراء لاحظوا ان المدرسه الشاميه ابرزت منشدين لان الاعلام في بلاد الشام يركز على المنشدين في حين الاعلام لا يركز على القراء فحقيقة عوامل كثيره لكن ابرزها 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 موضوع الاعلام وحتى الذين اشتهروا فيما بعد من قراء العراقيين ما أبرزتهم وسائل الاعلام العراقيه خرجوا الى الخارج وبامكانياتهم وجهودهم الشخصيه استطاعوا ان يظهروا انفسهم، وهذا الكلام ليس فقط على مستوى قراءه القران، حتى على كل المستويات الصوتيه يعني ان كان انشادا، ان كان غناء ما ما وجدنا نماذج نماذج قليله جدا هي التي برزت من داخل العراق. المدرسه العراقيه لا تختلف عن بقيه المدارس فيما يتعلق بقواعد التلاوه والتجويد. يعني المدود و يعني أحكام التلاوة والتجويد عموما لا تختلف، اللهم إذا كان في الرواية يعني نحن المشارقة نقرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم بخلاف إخواننا في المغرب الإسلامي، المغرب الإسلامي يقرأون كما كما هو معلوم بروايتي ورش ورواية قالون. فليس هناك ليس هناك خلاف من حيث المدود ومن حيث الغنن ومن حيث أحكام التلاوة، لكن هناك الخلاف الرئيسي حقيقة من حيث الأنغام، من حيث الأداء النغمي. الاداء النغمي لا شك ان المدرسه العراقيه ادائها يختلف جذريا بما يجعل لها استقلاليه يعني هي مدرسه مستقله تماما لما تسمع النمط العراقي او الطريقه العراقيه تدرك ان هذه مدرسه خاصه ليست مقلده يعني ليست هي امتداد لمدرسه المدرسه المصريه او شامية او حتى ليست امتداد للمدرسه الفارسيه او المدرسه التركيه انما تاثرت تاثرت كثيرا ولذلك لو استقرات العراق من شماله إلى جنوبه تجد أن طريقة الأداء في شمال العراق تختلف عن طريقة الأداء في جنوب العراق تبعا للقرب الجغرافي. يعني في في شمال العراق تجد أن الأداء متأثر كثير بالمدرسة التركية والشامية. في حين في جنوب العراق تجد متأثرة كثيرا بالمدرسة الفارسية. لاحظ أبرز ما يميز المدرسة العراقية مسحة الحزن العميق. مسحة الحزن العميق. وهذا الحزن ايضا متدرج من الشمال الى الجنوب في فيما ترى هذه مسحه الحزن في الشمال معتدله تجدها اشد الشجن واشد عمق في الجنوب قد يكون هذا بسبب المآسي التي تعرض لها كل منطقه جغرافيه من مناطق العراق عبر العصور اثرت هذه المآسي وهذه المحن وهذه الـ الـ يعني هذه التغيرات الهائله اللي حصلت عبر التاريخ اثرت على شعور الناس واثرت على نفسيات الناس وبالتالي انعكست على ادائهم النغمي ولما اقول اداء نغمي حقيقه انا استخدم كلمه الاداء النغمي لانها شيء عام يشمل القارئ ويشمل المنشد وحتى يشمل اهل الغناء كل هؤلاء تاثروا ولذلك ترى صبغه مسحه الحزن عميقه عند عند اهل العراق عموما آه وتتدرج من الشمال إلى الجنوب آه كلما اتجهنا نحو الجنوب تزداد مسحة الحزن آه على سبيل المثال آه مقام الصبا مقام الصبا معروف هو من مقامات الحزينة <applause> ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة "لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ" فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حقيقة هذه القراءة التي قرأناها الآن فيها مسحة حزن. وقد تساوي مسحة الحزن الموجودة في المدرسة الشامية لا أدعي أنها مسحة الحزن أكثر من المدرسة الشامية أو المصرية لكن قراء العراق الذين يعيشون في العراق الذين ما تأثروا ببقية المدارس وبقوا بقوا على النمط العراقي الأصيل مسحة الحزن عندهم أعمق بكثير مما تلوته نضرب الآن مثال على المدرسة الحجازية على أنغام المدرسة الحجازية قال هل علمتم تم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعتبر الشيخ شيرزاد عبد الرحمن اول من ارسى علم القراءات الثلاث المتممه للعشر الصغرى في مدينه الموصل وهي مرتبه اهلته ليكون من بين القراء القلائل الذين يجيدون الترتيل والتلاوه بجميع قراءات القران الكريم مبحرا في المدارس المختلفه المعروفه في العالم الاسلامي ملتصقا بكبار علماء القراءات ليكون بذلك موسوعه في القراءه والتلاوه خبره الشيخ شيرزاد عبد الرحمن الاكاديميه في هندسه الاتصالات والالكترونيات والمامه باللغه العربيه اهلتاه لاقتحام المجال الاعلامي فاعد وانتج عشرات البرامج التلفزيونيه والاذاعيه وسجل بصوته عده مصاحف للقران الكريم بالتلاوات الشائعه في منطقه الخليج العربي الان سنعطي مثال على نغم من الانغام الفرحه اللي تقرا عاده في الاعياد في محافل العراق. نفس الايات التي قراناها الان بالطريقه الحجازيه سنقراها بطريقه عراقيه فيها من الفرح. <تصفيق> 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 "قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله" وهو أرحم الراحمين الحقيقة احنا عندنا في ال ال القراءة تطير بجناحين جناح قواعد التلاوة والتجويد اللي هو رتل القرآن ترتيلا والجناح الثاني اللي هو جناح النغم اللي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قواعد التلاوة والتجويد هذه ثوابت لا يمكن التلاعب بها أبداً منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الارض ومن عليها. بقى موضوع الجانب النغمي، الجانب النغمي كما ذكرنا يختلف من مدينه الى مدينه ويختلف من من بلد الى بلد ويختلف من عصر الى عصر. وبالتالي نفس الايات نفس الايات التي يقراها شيخ من مصر الشيخ عبد الباسط يختلف اداؤه عن الشيخ عبد الرحمن السديس في الحرم مثلا، هي نفس الايات ونفس احكام التجويد. ونفس الغنن ونفس القلقلات ونفس المدود لكن الجانب النغمي. بالتاكيد الشيخ السديس او القارئ في الحجاز لما يصور الآيه بمشاعره غير قارئ مصر او المغرب العربي لما يصور الآيه بمشاعره. تعرف ان القرآن هو منهج حياة وبالتالي تأثيره في الناس يختلف من شعب الى شعب ومن من فرد إلى فرد من أمة إلى أمة بالتالي أنا نفس الآيات التي أتلقاها وأنا في العراق وعلي محن وعليها عليها مصائب غير نفس الآيات التي يتلقاها ابن الخليج مثلاً اللي يعيش في بحبوحة من العيش هي نفس الآيات لكن وقعها وقعها على هذا تختلف عن هذا التفاعل مع الايه التي تتكلم عن النعم، ليش نتكلم عن الايه التي تتحدث عن المصائب والاحزان؟ لا التي تتحدث عن النعم وعن الافراح وقعها على قارئ العراق غير وقعها عن الذي يعيش في بحبوحه من العيش. هذه كلها تؤدي الى ان نمط التلاوه يختلف، اسلوب القراءه يختلف، طريقه الاداء تختلف. الان كيف نستطيع ان نصنف ان هذا القارئ قارئ محترف، قارئ متفوق؟ قارئ استاذ بمعنى الاستاذيه وكيف نحكم عليه بانه قارئ مبتدئ في زمن اختلطت اختلطت الامور وفسدت الذائقه السمعيه عند عموم الناس عموم الناس فسدت الذائقه السمعيه لاسباب كثيره حقيقه واحد منها دخول التكنولوجيا فما عاد العام يفرق بين جمال صوت وبين جمال المؤثرات الصوتيه والاضافات التي تضيفها اجهزه الكمبيوتر هناك اربع عوامل هذه العوامل الأربعة ممكن تعتبر مقياس دقيق لأستاذية وعدم أستاذية القارئ الموهبة الصوتية هذا ركن نساسي إذا ما كان عنده موهبة صوتية بقدر ما يلمع له الإعلام ما تستطيع أن تسوقه أبدا ولا يستطيع أن يفرض نفسه لابد من وجود الموهبة الصوتية واحد اثنين أن يكون عالما بالنغم عالما بالنغم يعني لو كان لو كان عنده موهبه صوتيه، ولم يكن عالما بالنغم، يكون حقيقه خسر يعني خسر خسر شيء كبير، و يعني حقيقه كم كبير من الابداع يفقد بعدم بعدم التعرف على اصول وقواعد وقوانين علم النغم، اذا الاساس الاول الموهبه الصوتيه، الثاني هو الالمام بعلم النغم، الثالث ان يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، الرابع ان يكون مطلعا او ملما او حتى مجازا بعلم القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات العشر الكبرى. هذه الاربع الاربع قواعد الاساسيه نستطيع ان نصنف كثير من القراء على اساسها. وهذه الاربعه تجدها مجتمعه في معظم قراء الجيل هذا المتفرد الشيخ عبد الباسط، الشيخ رفعت، الشيخ لو 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 تضع هذا المقياس على هؤلاء تجد كل هذه العوامل منطبقه منطبقه فيهم. يعني هو صاحب موهبه صوتيه مطلع على علم النغم وحافظ لكتاب الله عز وجل ومطلع على علم القراءات. اذا اردنا نتحدث عن الجمهور بالتاكيد جمهور اليوم وليس كجمهور الامس. الذائقه السمعيه فسدت بشكل عام. أه ان لنا بجمهور مثل جمهور الخمسينات والستينات وحتى السبعينات يترك اعماله ويترك التزاماته الاسريه والوظيفيه من اجل ان يستمع الى ساعه قرانيه او ساعه انشاديه مثلا، هذا الجمهور ما عاد موجود. تاثر الناس، ذائقه الناس السمعيه اختلطت واقول فسدت بصوره عامه. الغث والسمين اختلط. بالتالي الجمهور ما عاد زي الجمهور القديم. والجمهور عنصر اساسي من 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 عناصر دفع القارئ الى مزيد من الابداع. يعني انت لما تقرا في استوديو مغلق بين جدران أربعة بالتأكيد هذه التلاوة ستكون مختلفة عن لما تقرأ بين جمهور في عشرة آلاف واحد تفاعلك مشاعرك طريقة الأداء تختلف تماما أنا أذكر أحد التسجيلات للشيخ المشاوي كان يقرأ في 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 جمهور كبير جدا وأخطأ في في في, في حكم تجويدي طبعا الشيخ المشاوي لا يرضى انه يخ يعني رجل بمنزلته يخطا هكذا خطا فعوض باداء مبهر هذا لو كان في استوديو على طول المهندس راح يرجع ويقطع هذا ويعيد التسجيل مره ثانيه لكن اراد ان يثبت للجمهور انه لا هو يعني هو ليس هكذا هو لا يخطئ يعني الا في 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 حدود الخطا البشري وهو عنده كم من الابداع واتحف الجمهور بعدها باداء مذهل الآن سأقرأ بأنتقي بعض الآيات التي لها علاقة برمضان وسأقرأها بنمط الكرد أو بمقام الكرد هذا المقام اللي هو من تأثير العولمة حقيقة لأنه تجده مقام مشترك الكل يستخدمه لسهولة وجمال هذا المقام حقيقة مقام سهل يستطيع أن يؤديه معظم القراء ذلك انتشر كثيرا بين كثير من الشباب وسأحاول أن أطعم هذا المقام بمقام بيات احاول ان ازاوج بين هذا المقام ومقام حجازي نعم. <تصفيق> 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, <بسم> الله الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الشيخ شيرزاد عبد الرحمن واضافه الى انشطته المتعدده يعمل اماما في مسجد حسن الشيخ بدبي كما يقوم بالقاء دروس تحفيظ القران الكريم في سجن دبي المركزي ويتولى المساهمه في تحكيم عشرات مسابقات القران الكريم